الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد أخي الكريم وارو تبانون شلنا كيتا المام منا خطبا قرا المام منا لقنا سجا من برين كما على إتاقنا نتو مفن مدابن انشكرا كياكو خلافا للحنفية يكون تندتاقنا غسنا جوبانيا ولا تندغني المهم من الناس يجي من برين كم أيه كتبان جو بنت التكبيرين ككبر يكونوا مالك عن كون كون نقيم جات دران كون هي غني تنان نيني نروى قال أركم كبر فنا فنا كتب فنا عن نيني أنا كنت أنا نيرن عن كبر أنا لقفين على قوانين الفقهية صفحة 68 أما جمهور مالك عن كون تنا يكون تان كبرني خطبة فنانا كبر يكبي أني بيسمي خطبة فنلاندينا كبر ينيري أني بيسمي إذا كي أكو جمع بانو خطبة والا سنقصو انت اللين خطبة إتان نانيا خطبة نفلي أنا تاغينا خانا دليل بي جمهور ننقر كوفاي كونو أنامو سعد المؤذن كنتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر تكبيرا في خطبة العيدين يكثر تكبيرا في خطبة العيدين كي حديثة مغسون ابن ماجة يغا حديثة كلام بنتين أتفارس النبي صلى الله عليه وسلم أغا كبرني خطبة للنخان أرو خطبة كينغو كبرية كي قبون ديني بانون نمبل خطبانا وتندانا ألم بنتين حديث تنينونا أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنهم أتي السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس تسنة غرما من أنقر بانون نمبل سلنا خطبة نفل أنا تاغينا خانا كي حديثة كن رواه الشافعي أما حديثة كي والله غري سنة الكبرى للبيهقي باللفظ السنة أن تفتتح الخطبة تسع تكبيرات بتسع تكبيرات تترى والثانية بسبع تكبيرات تترى أتي عبيد الله تي سنة أن تفتتح الخطبة خطبة أن نجوب تي كبر يكبيا ني بيسمي خطبة فنلندن لكن قانا جوبتي كبر ينيري ني بيسمي كي حديثة كن نغت اللاوري مصنف بن أبي شيبة يغا حديثة كي حديثة فاكم ميتالام بنتين كي بغت من السنة تابعين سابي غاندو كو ديغا منتين خطابي يغناتي من السنة ولا قرينا نعمورني أرو الدليل أخي الكريم كي حديثة كنا نغامورني للأوطار لشوكاني جزء الثالث صفحة 376 ونا تندغا أري غري سنن ابن ماجة من حديث جابر بن سمرة أتي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام أنا فإن سنن ابن ماجة رقم الحديث 1304 أتفارن بقو شون قصو انشال لنغني واللغا بانو انشال لن أرو خطبا قراسك انت أري تاغو تاغوي تاغوي لماني أي لغي لغد وراري سكي رقم انكو عندنا عندموك قاري سكي تالم بنتين باوني اسماعيل ابن مسلم الخولاني قد أجمعوا على ضعفه أري سنتوان انشوك في تالم بنتين قد قامون فتي دليلوا أخي الكريم ولا تندغني حديث جابر بن سمرة أن ولا سنن النسائي أتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قاعدة لا يتكلم فيها ثم قام فخطب خطبة أخرى فمن أخبرك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قاعدة فلا تصدقه.
atida annabi wari aga khutuban karan a siginte ay le taqunu taqwila mane amashafade kinta gena gonga agrina khutubata na kara sebe gana ta annabi da khutuban kara ataqunte atimaga tongondi ki hadis sekunda annamuru sahihun nasa'il al albani kitabu salat al idain كتاب صلاة العيدين باب الجلوس بين الخطبتين والسكوت فيه أن حديث كم رقم 1582 1583 الباني ده سهل دي أن فإن غير كتاب الجمعة رقم الحديث 1414 إلى 1417 الحديث كم سهل دي يعني جمهور نندي لهم بايكياي lanti banu challe wala sun khasun challe khutba ni filani dan go juma mo khare juma ta barati finisik afofana juma khutba nyana sallen kania banun ke ga sallen khutba nyana sallen palle afilandi juma khutba ne jopana bil hamdulillah banun khutba ne pilene jopana bi takbir kabar yenya woro ko ngande falle andam asikandi khutuba ngana juma ko ta diga men kabe khutuba no banu khutuba nga allah isefene allah telle imaranga matarinka aghli karim ona tandanga na mambe kana khutuba ngara biram ba ga duguta khusinden kha wakati mpairo no kembreya o vai tu arun diga men ko ngannamu jumhur nti khusinden nga jopena al mami sallenye me falleya angana ko sindi al salle nyeme falle alle yan ci nyani idal lu manne hadith anas radiyallahu anhu ati fare nyamar ndi serebe gana ko sindi salle nkane an alle yan pilla serebe nda ko sindi salle palle anya nda le yan kita anas hadise anara ga mur sahih muslim kitab al adahi babu waqtiha anna faindi أنا سهري سنة أدو براء بن عازب أدو جندب بن سفيان البجلي جندب بن سفيان البجلي أهدي سنة مسلم 1960 براء بن عازب أهدي سنة نمرني 1961 أنا سهري سنة 1962 إذا كياكو أما مالكية يكون تقري سندن وقت النجوبانا salle nyeme falle dal mamu khurshin dem palle sere ben da khurshin dal mamu kana na le yam pilla e gader lu mene ke ba ngatuwa hadith jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma aga sahih muslim jabir ti farsen nen challe banun challe nga medina sere go ko si khurshin di ile simma annabi khurshin dia ile le yen khurshin farengare ke ngori ati sere sugo kursindi ikana ini anna le yampilla ati kempalle sere summa nyangana kursindi keta i kursindi enkale ki hadisi amma sahih muslim kitab al adahi rakum al hadith 1964 anna hadisi kenyi nonga aghli karim ona tandanga kempalle anas bin malik radiyallahu anhu wati farisenne de leya laga na bagandi jigadin kani filli jigandigu ikhullu ibennto ari khurshiti kitenyai imere wori na bismillah ko na kabar yenya bismillah wallahu akbar ari tangutu na tihi tamisuku khankaranga anaraga muslimu fai kitabul abahi rakmu al hadith 1966 أقدام ده أمل هيني يعني فوق كله كيف يقول أقول لين آخر سنتين جني كلور تناكان تيجا ميني ولا غافين إلى ما نيجا ميني خبين نميا أتيني ورا غير كين دباري أقول كريم ولا تندى غادي أنغنا نيجا ليا لا غنا نخرسي فيني نونغا ورا كون كون دانا كون تانغا ليا نخبارين أنغنا ليا نخرسيني أنا دو تانغا كون بينيا توانونغا ديكو anni o fay ko annimuko mane sharti ni kenga
leya kena ni amrantenga anyi meda wande khallefe wande hakente kafine afilandi ananya mimbahimatil an'am yani tamise wande nyogome wala na ananya kente na ngjantinya na asikandi ananya kali akine sine sino ngani sharia ngrete gandi annan kursi ndi tamise gana jofe kunjinoi kene goma andanya jegenyai ana sine baga yegonte khasi tumi wose andanya sugonga ana sine baga agro sine finlandi andanya nanga aya sino siki baga agro na katandi andanya nyegomenga agro sino karge timandi afairo no tumundi sharti na katandi nga leya kimmaga ya haibe yube farenga no kabananti una dutanga kunga haibe yudwa annabiti wana dutanga kunga oma kunya leye niya brau bin azib radiyallahu anhu wati farisenne nga sallallahu alayhi wa sallama ati tamiso fini nagati kunti yan leyay kebe fin kumbanga ndengeni tamisebe aya gemmanya ya gembono afin kumbanga ndeni wala kebe woti ndengeni awate mbanga ndeni wale kebe jugumu ntengeni ajugumu ye mbanga ntengeni faramere tanke ngo kose wala kakuti kebe kuma ntengeni kete ye gantei umba akunya leye niya tuwano ndewari haibe suga kukume ni alantinya na leye ay sobe gamburu kuwa mimbabi awla anafika nkitabu mpai iniye koko nganda kiari sebe okoroko anata gamuru suna ni abi daud kitabu dhahaya rakumu la hadith الفاني وثمانمائة واثنان أن الترمذي قفين كتاب الأضاحي رقم الحديث 1497 أن حديث سكيني كودين جرانيا أغلى كريم أمرا نكيت أمرا ليا كتا أمبا مولانا خرسي خرسي ننجي كوني غني كيبه أفاي كونغ أنامك وناتان دانغني أمرا نيانغا خرسي نوالي سرطانا غا خرسي ناندا kenka man nanya haklante ananya muslime wala nanya kitab ganko neko al yahudi do wan nasara muslime ndo kitab ganke ngafe akurisi ndelante sahma ma kenyiga afilandi angna yukurisi ndelante bismillah wallahu akbar allahumma hadha minni au hadha an fulana wa taqabbala minna anna duwa tike duwau asikandi khusi nenna nyati labulinge nyakati anda wase khusi foke yanga nkatana fofo na ga frem bagandi ni allah khusi ndini tay aga fati sobone ado khotte farenda kunka ba anda tandi fini siki anda kunkutu khusi ndi fonga inati al wadajani ni mu fili be ga khore ke kara anda kunkutu na koi afilandi al hulqu fumpe fumpe ngarini na mbukuti nugube aga fumpe neti nugube anda kien ka kutinwa wal mari igande nga dangne tinu gobe aha kutinia khosinde ne kufini sikiyai fikra gandi anda jonko ikimbak tumundi anda ya nyogome khane burere asikinte anda tanoge kiyet ella la ga katuma fakala gante khana khurfundi nyarundi tamise wallana khana kenche koni ni karan noge nyakamma khana khurisi aghle karim sunna nyani angra itelle sun qason challenga anna yige andage enkane katti sallu khoro ida khanu anna nyige antamare nyai amma banun challe sirada gare leyam bagani antele sallia annari anna yige alle ya nyogoi abute walla kentana wala tandangani igrati leya kene hijanan tananyada amma hijanan kenga tamise kebe karni itini kenda nga ala hadiyu wala fidya serebega mahiji anga mulanna baraje gwele dabari anga kebe kursini yati kenda nga uduhiya wakunati leya serebe leya gamma gala gada sembella nga anga nga wana fube dabari farempay kunganda nga salen kota farisenne njabi sallallahu alayhi wa sallama idha dagalat al-ashru wa arada ahadukum an yudahiyya فلا يمس من شعره وبشره شيئا وفي رواية إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا
Adi, bijum bidan tamme fonon ganaro. Serega ganara muru tangalle ya kurisini. Annam makala kanyin tenga. Maka inte kasi bakam patenga. Annu wala mabanon tamun kota. Atannam makanchi konon kakutu. Annu wala mabanon tamun kota. Kudiga mu fili bogri kungandang anari ki muru sahih muslim. Rakmul hadith. 1977 اخي المسلم انا كوبيتو تام فونو وري بانونغا كوتو اني يدروني علمخ كما ننترن كا قران نهوناتي والفجر وليال عشر ابن كثير رحمه الله اتي كما ننغتي وليال عشر افاكو كنتي بانون بيتو تام فونونيا انا قران دا كوتو اني يدرني علمخ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أنا سنة نترم إذا أنا ننبي كتاب الصوم رقم الحديث 757 فارن جابي كوتو سنت دوا قولي سرين أكون كوتو نقونا قالين ألا دا نان كوتو بانون بيت تمفنون سابا ننتي ألا فاري هاري جهادون ألا كيلي أتي هاري جهادون ألا كيلي ما سرفيق أنا بقودي أني ميران نابري أندو فوفو ميلي ما كندي كندا في golli sire nga kubito tamminogo ali ngala danga nan koto fofosuwa atanda golli sire tuwanon ti sume ngorona nogo qurani qarangi ngana rona nogo zikri ngorona nogo ana abdullah ibn umar radiyallahu anhuma qal qal rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma min ayamin a'zamu inda allah subhanahu wa la ahabba ilayhi al'amal fihinna min hadhihi al'ayam al'ashr فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد أنا فإن مسند الإمام أحمد جزء الثاني صفحة 75 أتفارن جابي كوتا سنتدو أغندرو ألا نقوى قول سرنتدو أغلين ألا دانغا نقوتو قول سرنغا كوبيتو تامينغونا خانان غبون دين دي كوبيتو تامينغونا من التهليل يعني لا إله إلا الله أدو التكبير يعني الله أكبر أدو التحميد يعني الحمد لله قنا كونغو بندو كوبيتو نغونا أغل كريم كوبيتو تم إسو مينغن وتي براجي ngay بانا يرونو في العمل صالح أدغان نانشومي سومن تو غنياني عمل صالح خادو عرفا كوتا سومن تكي ليدي عرفا كوتا نشومي براجي دران كيندا فارنغا دوكو سربيغانا نيانغا مدغا هيجي Allah ken kota sumini banon kobu abaraje ni ana sino fili junubu gafranda sine bega dangi ado kebe garini anna ki hadise muru musnad al imam ahmad jiju al khamis safha 308 anna fainde gari 310 ahli karim watanda ida khanonna golli siren gobondi kubito tammino khonga ay gili golli siren ha sume khada maraga mereseti diga mebe gadam min chefini katti sahabe ngato hongani ubadatu bin samit radiyallahu anhu nanti kenti man ahya laylatal fitri wa laylatal adha muhtasiba lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub tisra de ganara angana wi sallini sun qason challe ngro ngado banon challe ngro angana nyanga debarti baraji muriyai allana أنشندم من تكلا كوتاب شندم من غكلا كي حديث أم مقدار قتني موقوفة يعني سابع كي عندك قامة فارن دكورة خان نووي أتي أساني دوه ضعيفة أتي سنة السوغا كي حديث أسولم بنت أنا رغب فيندي المجموع للنووي جزء الخامس صفحة 47 أنا فيندي قدي السلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني رقم الحديث 520 إن هذه سكتي ترين بانغاندا أهل الكريم
wara ko ngande falle nanti sunna nyani katambu ce bagu katisi sun kaso nchallenga annaige andege en kane salle khoronga annam minna mudum bagande fina katambu ce bagu amma banon challe andega na fina angana gri salle khoronga gelle ya nyagamma angri falle salle khoronga annaige en jopa alle yambutenga wallati yenyo kinyani sunna angana yamulanna kendeli lumwari anna faindi bukhari رقم الحديث 910 911 النفع عند صحيح مسلم رقم الحديث 1962 النبي قام كيني نونا كم بان لي ونات اندانغني توانون تشوغوم ولا كبر ينغ بوندي بانو من بيلي شالي ناوتي سوبا كاتي سال خرو ونا لا فين كو سري سفر لان شالو خاسو فالي غادي قال لي ايام التشريق banon challen kota nawdu gelli banon bita tammu manga njofe tammu ndo siko wona alla fin ko mo siri bito ko siki vega tammu ke falenati kenda ayyam tashriq aghli karim khallam fin ko ngeke akabari yake tuwano no ko gere meso gay o fayidi ga mun ko annamu ko hanafiya gan ko ndo hanabila iti muslima suga ya na gobondi alla fin ko ngeng abana num pilli salle nawdi su ba ngakati salle khoro itantinia allahu akbar la ilaha illa allah wallahu akbar allahu akbar walillahi alhamd itanne kya ko ngannago bondi idel lunya jabir hadisena fi sunan ad-darqutni anafa indi jiji uthani شفها 18 قحديثه كلام بونتين اما مالكي اند الشافعيه يكونت انتينيا انا كون اتانيسك تحليل كان كون اتانيسك انتي الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد idan ne kya ko ngana go bondi banan un pili subanga kati sallu khorongani idan ne ko ngokundua e gari delu nya jabir hadise adu abdullah ibn abbas hadise nga aghay sunan ad-dari qutni juz uthani safha 49 akhir muslim wana tanda gadi kabari bega ko ngini ayyam at-tashriq banan challon palle kubido sikki bega banon challon palle yani tammundo banende tammundo fillando tammundo sikko farlan challe su falle fi eid al-adha muslimen alla fin ko ngengo bonde ni kumbito khana khonga aga jopene drambe o faytu anon diga men ko nganda nganam hanu fi adan kondo hana bila akunye mo ngoro ko nganda falle ko ngoro ko mo gombe itanne jopana galila fajiringa arafa kota manga jofe la hasran challe nga ايام التشريق لغره يعني تموندو سيكو لغرهغا ايدي دلنيا جابر حديثنا قاعده سلام بونتينيان وتاي باك سنن الدار قتني جيجو الثاني صفحه 49 ان سنن الكبرى للبيهقي ان فايند جيجو الثالث صفحه 314 ان فايند المستدرك للحاكم نيسابوري ان فايند جيجو الاول سفى 299 أن إرواء الغليل للألباني أن غفى جيجو الثالث سفى 124 مالكي لو شافعية مالكي غنكو لو شافعية يكونتي وليكو نمو غنكو غند فالة إذن جبنا سالين كوتا سالفنانيا سالين كوتا سالفنا عند تلي أكيتا ما بيتو تمون دو سيكون نشوك بانشال لنا manga njofe bide tammu ndo sikonchu kubanchalle itanno kongo kenchuya annamu atafai rakmu lahadith 915 al-sunan al-kubra lil-bayhaqi al-sunan al-kubra lil-bayhaqi jijuhu thalith safa 314 annafa indi al-mustadriku lil-hakimu naisaburi jijuhu al-awwal safa 300 ili mensuagi kemu khai ikunta nijopana بانون كوتا سلفنانيا كتور انتي عرفا كوتا سعبان شلن فالي آخر المسلم
ofa gilanda nga keta kati noni karagandi nya kengeni salatul kusufi wal kusufi yani kieno robo yendo khaso norobo yenchalle moho wana kunganda nga namuko wanati al kusufu huwa dhihabu dawi shamsi au baadihi fi nahari ولا يحدث عادة إلا في الاستقرار آخر الشهر. كسوف كن كين نورونا نيان داتا كباكي. ولا يجو خانيانا كيني. أنتي أنا وروي. أعان جب أنيانا خسون غامو خسون تفلين غامو كوروبة خسون لغرينا. كم وقت يانا أعان جب كين نور بويين غانيانا كينا. ولاتن دعنا الخسوف. هو الذهاب ضوء القمر أو بعده الليلة ولا يحدث عادة إلا في الإبدار خسوف كني خسون نورون غنار نندقى ولا يغو خانيانا ورونيا أغان غبي أنيانا وروكي بي خسون غاقران أنغبا نيانا كينياي أغر كريم وناتان دا كيسا ليكن دو مسلمون غنانيا ملايين مكفو وداني ينتهي دي إنما ينادى لصلاة الكسوف والخسوف بالصلاة جامعة إنكم كندوا الصلاة جامعة وداني ينتهي ده كدل لغني كبه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أتي لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي عن صلاة جامعة إذا خريك مخاي سرون دم مكفو أنا كده قام مر بخاري نقو رقم الحديث 998 أنا مسلم خافي رقم الحديث 910 عيسى حديثين غنو في صحيح مسلم أغانا كمي أكونو أنا صحيح مسلم فاي رقم الحديث 901 أغلي كريم ولا تندنني ولها أسباب حسية تدرك بعلم حساب سير الشمس والقمر وليس ذلك من باب علم الغيب حسن ربيين دو كيين ربيين سبب نمدا سبب يغوي اي ورين تياخنا سرونا خرانا سرد نيغدا علم الفلك انقرا يكون كين جبوتو ايغنا حركو افتيغو علم الغيب كيمغا الايتين اندانغني كيكوتا فلانا كيين ربيين كيكوتا فلانا خسون النربويني او نيانغا افتيغو ايغا فونتو اغاريني تاغو مانچو اني كمان انغري تاغا كاموكي سريدو غدا علم الفلك انقرا كين اكون تاغو مانچو تو اغني وري غنياتا او تو نانتي غول كيتين تو ايرنينيا خفتو اغا فونتو اغاريني كون تاغو مانچو لري تاغا ني ورا في الكون سريدو غدا كين تو اغو خرا اغاي كين تو فوبلا مسلمون دو كافر نين نغانغا كاملينغا أرو كيين نربوية أرو خاسون نربوية مسلمين تينيا كي وقت فلانا وننقاو كمين كتانا تالا دونيين ألا غنا دونيسو مي كافر ني كنت كنتو نان تالا دوني كنت كنتو سببو نيالا غدا واري أروكو سببو كيلا إبمان كيين كمين كينا واسيريني والا كيينا كي أنا واسي نربوين خدي ألا ونيانا خدي كمين ناري والا كيي كينا نربوي أرى سببو نيالاكو كمان عندك كنّا بنبني تغايدي واري مسلمين تنيا إن شاء الله كافر أنت إن شاء الله وتو كافر قلني نغا كنّا في تواقواني مسلمون غرّنا كافر نغا غرّنا ولا تندغري ولها أسباب معنوية يعلمها المؤمنون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم سبب تناينا كنّا نيانا سبب وكيّن ربوين دو خسون ربوين دا كون شبابني مسلمون يعني تو مؤمنين يعني تو كافرين كنت كنتو كوي مسلمون قال كنتو دو مانا محمد فارغو كنت كنتو اندوي من سببني كوما وناتي كون شبابني هي إيقاظ الناس من الغفلة في عبادته ألا ينغنو كوكاوا فيني دبرني كورو هرم رمونغر نانقنقنا مفارتي أبتي ينغ أني وندو أو زجرهم عن ارتكاب مناهيه wala na kukawa fi dabari anaya komo kudang gongonde ina la kabandi foni ntokononga bawni abubakra kenti
كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكسف ما بكم. أنا لك حديث مر البخاري رقم الحديث 993 أري رواية يقول بخاري كركو زيادة عقتي ولكن الله تعالى يخوف بهما عبادة. النفع عندي صحيح البخاري رقم الحديث 1001 أخي الكريم ولات السبب ندعم معنويا مسلمون يانا كنت باوني أبو بكر أتي وني فارين عقتينا خاصون كيان قصرنا النور بوي النبي كريا من تقول ترى كم بوت ندعنا ترندي جيم مغا أرومي سيدة ورودا باتنا وسيغا فالي أراركان نفلي سالي ما كيكي غساغني مغونا نقرا كم فالي النبي دي جونكو يأتي كيان دو خاصو انت دور بويني تسري كالي دي ولا سري ساري سري برانتاو جاهلية نيغاني سربي غنا كرا كيان غنا نو بوي ina ko certificate kan man kallen annim ko kenya sababun ni wala remenda sare hason ko sinoro boy ina te fulani sare en sababun yan kai farande banganda te kunna jahilin che fonya ken noronte te latti sare sare da kalle hason noronte daga na te sare sare da kalle ataka gana ke warita ken noro boy ye wala hason noro boy ye kanan challi kanan la nyaga kana khiri magana baga ibram bayni ari riwaya go bukhari na khonga nanti kiento no boyni tisre sare wala kalle khason to no boyni tisre sare sababu wala kalle kha alla ani ko munya kanu ni tike golle ti no boyye kay khanda warita khana urukati misire khana salli khana lagaru khasa khana dua mafongana daga tebe gara khakita bani musiba yani kai muslimin kanna ya amma kafir ne kunta tunan tufinya du wana tanda gari hadith abu mas'ud al-ansari kin ka hadisi ngono ngati qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama inna shamsa wal qamara ayatan min ayati allah yukhawifu allah bihima ibada kiye ado khaso tagumancho fili yani kawa fini fili gelli alla kawa fini nga agi komon kanu ni tay momini nga la kiyen nor boye ngori wala khaso nor boye akannaya ana salli ana la garu khasa ani kaman khiri ana yampa kamanan te kede bara bara magara agi komon kanu ni ni igana yada bone nga kaso fado kute ki hadise kum nana daga muru fi sahih muslim rakum al hadith 911 أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أقا حديثنا في صحيح مسلم رقم الحديث 912 أعني كم يكون هنا تندغدي هناك حديث المغيرة بن الشعبة رضي الله عنه أتي كسفت الشمس على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله أتي كين ربي فارن قتما كتاب فارن دبا كينغ بنو إبراهيم بن محمد رضي الله عنه أتي فارسن ننغا أرم مكيغا فاتي سرونتي كيكي فاغا نوربوية تي إبراهيم كاللنا النبي لكين ديغا مغرندي أتي كيين دو خسو إنو رونتة تلتي سري كاللي كوي
ina ronde telle ti sere biranta kuma alla na hakkanu ni teya haga na wari khasalli khana la nyaga anna ke diga memuru bukhari na kuma rakmu al hadith 996 anna muru muslim wa khana ko rakmu al hadith 915 faran ke dibake ku ndi ibrahim tumbari yare pe ganya annabi mahaygati mariyatul qibtiya kenya ndake re nyugo sara afati aw yinga khasu tambiro sagu agri karim wala tandangani salatul kusuf wal husuf sunnatun muakkada bittifaq al fuqaha kiyen roboye ndo khasu noroboye sunna kote yani tuwanun chuka fina kenko idalni farisen nenja benga ala nyugo nga fati ko tambe ibrahim akati sorondangani إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله كيندو قصو كوافيني في الليان قل ألا كوافيني لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكسف ما بكم أتن إنتن ربين تسرى كاللي ولا برانتاغو خندا وريتا خنان شلي خنان قرندي خنان لغرو قاسا من لغنا بغاقا كمي وتن بخاري فاي رقم الحديث 993 من كان جوف 996 ان مسلم وخافي رقم الحديث 911 من كان جوف 915 ان حديث كوني نون ولا تندن غن خدي وهي مشروعه حضرا وسفرا للرجال والنساء والصبيان صلاه الكسوف ada gantinya ni seren na salli harang na isafari nya wala nga hadariye igu nga tawene ya haru nga tawene hari lamnu nga tellei wa yunada laha as-salatu jami'a wala kunganda falle utusalla jama'a au furada wala isalli ni jama'a wala isalli ni bane bane sirran wa jahara wala ikharangai gundonga wala isalli surum bangandi na ikhati lakinna fi'luha لكن فعلها في مسجد الجماعة والجمعة أفضل ولا يسلني باني باني نقند ولا نبانغند خانيا نغا مسيرة جماعة سلني مسيرة بأرو جمعة سلني مسيرة كن ينبس لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في المسجد النبي دبر مسيرة نيا كن ينوغتنا دبر مسيرة جماعة نيا نغوبة جماعة سلني نيا نغوبة أرو جمعة سلني kinyam pas akhli karim wala tandangani sifatu salati alkusuf walkhusuf inda aljumhur ghayr alhanafiyya hiya ma fi hadith aisha radiyallahu anha kien roboyen do khason roboyen challem mako jumhur ni nako hanafiyya gan kon takentay aisha hadith ngar ko mo gombe kumbinyan jumhur nun chino kenya ko قالت عائشة رضي الله عنها خسفت الشمس في أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله بالناس فقام فأطال القيامة ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيامة وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما في الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا أغنى الكريم أنك حديث سمر بخاريا رقم الحديث 997 أن مسلم فاي رقم الحديث 901 عبد الله بن عباس قال حديث سمر أغنى كم يكون أن مرو صحيح البخاري رقم الحديث 1004 أنا مسلم وخافي
رقم الحديث 907 جابر بن عبد الله حديث ينقل عن كيميا كونغ النمر صحيح مسلم رقم الحديث 904 هنا تندغني عيسى كيبي كونغ كيك نور بو يمبغا النبي حقتين أنا شوالي تامبي لندو كابونيا هجري أنشينا تاموندي أتي كي نور بوي فارين أقتينا النبي صلى الله عليه وسلم أسيجي نندل سيكي أغا خرانا في فلالي وركوني نندل وركوني كي خاي في فلالي سيكي نندل سيكي كي غدا أغا خرانا خادو سيكي فنا كي اللغ سيكي فنا أغري فأي اللي دوتنا غدي خرانا أوركوني nan dalla wuro ko ngena haa wuro ko an defo nte wuro ko ngi fana kay fi fala rega sujudi nan dalla sujudi ke khay ati aga gri ar kam filandi nga aga fofo de bala kam fana kay rame ad bari filandi khay challe nga nyama birambe ares ateni soronga kembre ke ke khura norbo ye ke begay aku su khutba ankara adan le tiga de mama fi falati sorondanga kiendo khaso kawafini filian gele alla kawafini nga inte no roboy ni tisere kallay wala sere birantao hagana ke morita khana lakhiri khana kabari khana salli khana sadaqa mbaganti akhir karim anyi mere aisha hadise mu ganda famu akhir ke be bangando danga faren salli mu nga kiendo roboy endo khaso no roboy en challenga arakan nu filian arakan bane su siku filianai agarangi suya arakan bane su urukongu filianai ani gilondinia arakan bane su shijiri filiai arakan nuku fili kof mantenketa ananya urukongu nagati shijiri nagati arakan nu fili nagonga Aisha hadise kana tarinka qalat radiyallahu anha إن الشمس خسفت على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات أنا رجع فايند صحيح مسلم رقم الحديث 901 أنا فايند صحيح البخاري رقم الحديث 1016 عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أتيرى كين ربي فارنغا قتنغا النبي دا سرين يا خياغا غانغون ديني أغاتني الصلاة جامعة ناصرون كف ميتي كيسفي إغوش ميني إغر ميني فارن دانغي أكبري أتادا ورقونغو نغتيا رغاني إنيا أركانو فيلي نغونغا ورقونغو نغتيا ركونيا سالي أركان نفل نغونا أكتان دا أربع ركعات بمعنى أربع ركوعات وركونا نغت أركان نفل نغونا أدو السجدو نغت أتركي سالي أدبري ولاتان دا قدي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أغا حديثي نغونا أغاتيني فارسنا صلى الله عليه وسلم صلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات كو عايز حديثي كيما مغنتا انا فايند مسلم رقم الحديث 901 انا نينونغا وانا تاندانغني عايز كي حديثي بي عنغرمو ادو عبد الله بن عباس حديثي كي بي عنغرمو كي نور بو يندو خاصو نور بو يين شال مغن كوندواي وهذا هو صواب وما سوى ذلك اما ضعيف او شاذ لا يحتج به انغره كو حديث في اللي بمغو عائشه حديثن دو عبد الله بن عباس حديثه كو انا فوسه انتنا كي نور بو يندو خاصو نور بو يين شال مخون حديث بيغا فاتي كويتا امانا نيا حديث لام بونت ولا نيا شاذ شاذ غن كيبه سرتون انت نيا ني ار ديغا مي لخمي خارو سرتنا ديغا مي دم مي سوغي كين كمان غان تون انت اكنا شرون نقوى ولا غسر باني نياني اري سفيل لغمي ادو جمان شفين دم ميسوخي كي كندو شرطون منتي كي بغر سرين شوخي اغان تون منتا كنتي ولا تاكين ديگا من دانا شاد
ونات تونغون تخوري كي ديغا من دانا المحفوظ سرباني مبي ديغا من دانا جمان شوري وطن سرباني كي ديغا من دانا شاد ونات جمان ديغا من دانا المحفوظ دائما قول لن المحفوظ يا كما ون الشاد بكي واللايا عبد الله بن عباس لو عايشة حديثة نياندا كي قول لي فتام بانجي فوفو غدا كن شوري وطن كن دانا شاد أنا رغا فايندي كتاب ناتو غنغني شرح نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني النافعين دي شرح محمد بن صالح العثيميني رحمه الله نخبة قاتنا ندعنا على حديث المحفوظ والشاذ النافعين دي صفحة 133 أنا أقول لك كيف تنفعني ندعنا النافعين ونحن ندعني وإن أقول لهم بانغان ندعنا كاستين كاربانينا كاتكين غاريني وناتي اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباع وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتناب اللهم آمين الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أغل كريم وناتن دنغني قال الجمهور يسر في صلاة الكسوف لأن الأصل في صلاة النهار الإخفاء. إذا كان ربوي ينشال لنا أن نسلي سورون قندنيا. باو نسلي دي دانينا كينا إقندنيا. إذا دلو لنيا غدي بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أتي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا. Ati faren challe to ikien nor boyen challe na o ma kharan kan nemu kari se kunda na rega muru sina no trimudi rakum al hadith 562 anna fa inde qari sina no abi daud rakum al hadith 1184 jumhur inde ke akod ite kien nor boye ango gunda na ya hanabila أبو حنيفة أقرأ لنقورن بلي إتي أمبانغان دين دينيا كي نربوي ينشال لندو خسو نربوي ينشال لن أن نسال سورن بانغان دينيا إغري دول لنياتي كيبه لنياتي عائشة حديثين رضي الله عنها أتي جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته أتى النبي ada khasun narboy yencalli ari salli sorom bangandia annaki hadithe mur bukhari na khonga babul jahri bil qira'ati fil kusuf rakmul hadith 1016 anna fa indi muslimu ghay rakmul hadith 901 muslimu riwayan kenti inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama jahra fi salati al khusuf bi qira'atihi فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات تبانغان دين دي خرانغينا خسن نربوي ينشال لنغا دي سالي سورم بانغان دي ناور كونغو نغتي سالي عركان نفل نغونغا عدو سجودي نغتي ديغامو كوا فايكي انغدمو كيانو غتان دانغا انغانشوغان دي اندالي غاندا اللاي غوندان ديني اندالي غاندا اللاي بانغان دين دي نغتي أغل كريم وناتن دنگا قدي جمهور ننتي لا تصلى هذه الصلاة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها كسلو بانغريمو كين نربويين دو قسون نربوي إتون تسليني وقت كبانتين سلنغا كبه وقت دو انتو كسلو سليني كين وقتيا أما شافعية يكونتي تصلى لأنها ذات السبب وني سالي نهاري وقتي كبانتي انا باني سالي اني سبب مغدا انترونو كبان دين نغو اغل كريم ونا تندقدي تفوت صلاة الكسوف بالانجلاء وبغروب الشمس كاسفة خسون كيان نربو ينشال لنغا ايا فرني قلي كيان انا ساقي مغونا وسال لنكاني وانتقى ساليني ولا كيان قنو ادو نربو ينياني ano romo sagi mo kha khonu iti sallen ta kay keta o ga dum na fata ya hakati be king wakati daga
وناتن دانا غاري إتي وإن تجلى وهو في الصلاة أتمها خفيفة على صفتها ولا يقطأ الصلاة لقوله تعالى ولا تبتلوا أعمالكم أن فإن سورة محمد رقم الآية 33 إذا كان أنا يغنى ساقي مغونا كم براندو سلنغ مي أن تمان دنيا كيتا خنن نوند أن سلني مغام كتو نياي خنن نوند دنيا وانت سلنك كتو ندي باوني ألا تيوم مغو قول لمبرند أنغا حو تيانغر سلن تفان تمان دنيا كيتا وناتن دغدي وتفوت صلاة الخسوف بإنجلاء القمر وبغيبوبة القمر في الأفق أو بطلوع الفجر والقمر خاسف لأنه ذهب وقت الانتفاع به خسن نربوين قسن لنغفرني خسن نرغنا ساقي مغونا وسن لنكان والله خسن قنو كم بلا نربوين تني والله لفجر ينجي خسن نربوين تني إيتي بانو قادو نفرتاي كيبه كين وقت اندغا سلن تخي أخي الكريم وركو عندنا نانتي كين نربوين ايتني كين دانا الكسوف خسون نربوي ينعنا تكين دانا الخسوف خونا تن دانا إلا إدغا موكي مفلين كنا إنا تي كسوف خسون نربوي ينعنا ولا خسوف كي نربوي ينعنا وفاي كين دليلن كونا أنامو قال تعالى وخسف القمر أنا رجع فاين دي سورة القيامة رقم الآية 8 عند ورأتي وخسف القمر خوانا رجع فاين دي غادي عائشة حديثنا رضي الله عنها أتي خسفت الشمس أو حديثة كي نقول قدي ننتي فارسن ننجابي إنهما آياتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد anda wara ara khasafa ko kienga ara ko khason khay kienga no gati digamu ko alla iko ngai sudanga aw hadi se ke ina khari aisha hadi se ke ati fa khataba an-nasa fa qal fi kusuf ash-shams wal qamar ari situ qara kusuf ana raga faindi sahih al-bukhari raqm al-hadith 997 anna muslim fai raqm al-hadith 901 أري جابر حديثنا قدي ننتي إن كسفت الشمس أو حديثة كنو غنقر ننتي إن الشمس والقمر لا يخسفاني عندما أري خسوف انكو كيان دو خسو انشودا أتي قدي وإنهما لا ينكسفاني لموت أحد أري خسوف انكو كيان دو خسو انشودا النفع عند صحيح مسلم كتاب الكسوف رقم الحديث 904 كان وقتان دانا الله يكسوفو كونغ خسون دا الله يكونغ كيان دا خسوفو غايقو كندوما خفقهاوني إلى استلاحا نادبري إلا تندا كسوف الشمس وخسوف القمر أهل الكريم وناتان داناني جمهور نندوكو شافعيا تقنتي إتي لا خطبة للكسوفين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة دون الخطبة إنما خطب بعد الصلاة ليعلمهم حكمها لأن الناس زعموا أن الشمس إنما كسفت لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ونتندى جمهور ننتي صلاة الكسوف والخسوف خطبة انتي النبي أن يمرن دي كسالي أم خطبة دبري فارن دي خطبة انقرادو سببوا سالي كن يمي فالي قرآن سرو كتو اندي كيتن باوني سرو يقول دو كونان تي كي يكي نورم بويا تي إبراهيم بون نينا فارن لنجو أربانغان دي دانا نانتي غارن يان كن كنغ في كي نور بويا دو خسو نور بويا خطبة انتي جمهور اندي كياكو أما الشافعية يكون خطبا يعني وناتا داخلي اتفقوا على أن صلاة الكسوف تسن جماعة في المسجد وينادى لها الصلاة الجامعة لحديث عائشة المتفق عليه توانون غمغرين أنت كيان ربو ينا
sunna ñani wona salli jamanga mi siiden no o gangudanna gangune nanti a salatu jamia wora aysa hade sen ko ganda falle anda mugu amma shafiiya wala hanabila i kunti allah kiyenor boy yenci allah ñimmel aysalini bana bana haraga miña jama bawri nafila ñani wona tanda gari اما صلاه الخسوف فقد اختلفوا فيها خشن مربيين توانون دمسو ريكين قال الحنفيه والمالكيه انها تصلى فرادى كسائر النوافل لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه صلى صلاه الخسوف جماعه مع ان خسوف القمر كان يقع اكثر من كسوف الشمس hanafiyan ɗon malikiya i kunti hason nor boy yenga wona kencalini bane baneya jama fe wona salli bane bane ko nafilan po kuttu bawni annabi saabe ma lahaminanti annabi da hason nor boy yellega na salli jamanga anani hasonñi nor boyni fare gakkatinga agangaba kiye nor boy yenga hama salli jamayi shafiiyan ɗo hanabila i kunti صلاة الخسوف جماعة ككسوف الشمس تمام إتونا خسو نربوين شالي ونسالني جمانيا خو كي نربوين شالي إسمبانا وناتان دخلي قال المالكية تدرك ركعة من ركعتي الكسوف مع الإمام بالركوع الثاني فيكون هو الفرض والأول السنة مالكان كنتي إلانغنا الليلي an gana rage arakan fillandi ñayi gelli kiye norboyen callenga an ga rage wurukongu fillandi ña gelli arakan fillandinga allage sallenga anna kutten timmandi bawni wurukon pillandi ke ani farlanga wurukon pillandi wurukongu fillandi ke keñano ko farlanga fana kene sunna ña amma shafiiya i kunti man adraka alimama fi rruku'i awwal فقد أدرك ركعته كما في سائر الصلوات لأن الأصل هو الركوع الأول وقيامه والركوع الثاني وقيامه في حكم التابع يكون دي سرى ذيك نارك كفنا المامي أركون فننه ألقى أركان نغكوي أي قسلهم فوق التمه أركون فنن ينتغسني باوني لسلين أركون فنن أريسيكي وركون فيلانديك كن تابع اغلى كريم ونات كن دانجيم بالي القاضي ابو يعلى الحنبلي اكن دم مذهب فيليا كو كيدغامي ارمال غانكون تشفينكو اري شافي غانكون قاديغامينكو ما ري سيسانتي نانا كيم مخ ونات اندغدي اذا استمع صلاه الكسوف مع الجمعه او فرد او عيد او جنازه illa gana ñi kiye norboy yenga na ñado juma ngadi meñi walla ɗo farlancalle ngadi meñi walla ɗo sallu horo ngadi meñi eid yani sallu horo keña sun kaso salle a ña banon calle ahli karim wona tanda mulahaga kasetti karagandi keno konga wonene ncawe dingireniya woga sun kaso calle nkilli banon calle kena hatawuña nene ña ncawe kasonin ko gana mogo yetu nantin kasidu fe sonin ko na hiju ncalle ñakilli bano sunkaso ncalle nati kenda sunkaso ncalle ii su xilli ali idani xa kete waytini sunkaso ncalle nda bano ncalle wonene ñancawe xa axini kuy faamunu wonatandanga kiye norboye ncalle ndo juma ngana meñi walla farlancalle ngana meñi walla sallu xoro ngana meñi walla bade ncalle ngana meñi shafiiya ndo hanabila igata kebe ko itarinka iti يقدم الفرض إن خيف فوته ونفر لنشلن فينا شلني اللغة ناكنا وقت إننا ما دانقا غينا تنبوي ويقدم الجمعة على الكسوف جمعة نشلن ونكن فينا شلني كين نربوي نكاني وتقدم الجنازة على الكسوف والعيد إكراما للميت بعد نشلن ونكن كان كين نربوي يندو سلو غرون كاني كرو فريندو رندندا وعلى الجمعة إن لم يخف فوتها بعد إن شاء الله كان لنا هذه الجمعة يمي كما يلوغ مكرونا انتا وقت ينبعي دانجين
وتقدم صلاة الكسوف على العيد والوتر أتي كيان ربو ينشلنا يكين خاكنا نصلي غرون كمار الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد أخي الكريم غير وتبانو نشلنا كيتا المام منا خطبا قرأ المام منا لقناسك من برين كما alai taquna natu mafanna madhabin inchikire kiyako khilafa lila hanafiya ikunta ndata aquna akusina jopanaya wana tandangani almami ngana sege mimbari nkama ayukutu wanjopana titakbirinya kekabari ya kundu maliki yanko nkuno kuima jate duranko hiyo goni itinanna nyanyarua gali arakampa kabari fana fana kutuba fana nganna ya anna kutani nyari nankabari anna laga faindi ala kawanini fiqhiyya safha 68 ama jumuhuru maliki ganko ntana ikunta nkabari ya kutuba fana nga kabari yukabi anni bisamay kutuba finlandi nga kabari yinyari anni bisamay ilake ako juma ebano kutuba wala sunkaso nchalen kutuba itan nanya khutba ni filli ay anna taqina khanga dalil be jumhur ni ngare ko fay ko annamu sa'd al muadhdhin kenti kana an nabiy sallallahu alayhi wa sallam yukabbiru bayna adhafi al khutba yukthiru takbira fi khutbati al eidain yukthiru takbira fi khutbati al eidain ki hadith amma rasul ibn majah yu hadith kelam puntiyan أتي فارس النبي صلى الله عليه وسلم أجا كبرني خطبة النخانة أرو خطبة كينوكو كبرية كي قبون ديني بانون ينبيل خطبة وطندن ألم بنتين حريصة تنينونا أن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة رضي الله عنهم أتي السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس تسنن غرما من انقربان ننبل سلنا خطبني فيلي أنا تاقين خلنا كي حديثة كن رواه الشافعي أنا حديثة كي والله غري سنة الكبرى للبيحقي باللفظ السنة أن تفتتح الخطبة أن تفتتح الخطبة تسع تكبيرات بتسع تكبيرات تترى والثانية بسبع تكبيرات تترى أتي عبيد الله تي سنة أن تفتتح الخطبة خطبة أن نجوب تي كبر يكبيا نبي سمي خطبة في اللندن لكن قانا جوب تي كبر ينري نبي سمي كي حديثة كن لغة اللاوري مصنف بن أبي شيبة يقى حديثة كي حديثة فاكما يتعلم بنتين كي بغت من السنة تابعين سابقا عندك ودقا منتين خطابي أغناتي من السنة ولا قرينا نعمورني أرو الدليل أخي الكريم كي حديثة كنا نعمورني للأوطار لشوكان جزو الثالث صفحة 376 ونا تندغا أري قري سنن بن ماجة من حديث جابر بن سمرة أتي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام أنا فإن السنن ابن ماجة رقم الحديث 1304 أتفارن بقو شون قسو انشال لنغني واللغا بانو انشال لن أرو خطبا قرع أسر جنت أري تاغو تاغوي تاغوي لماني أي لغي لغد وراري سكي رقم انكو غندان غاندمو قاعدي سكي تالان بنتينيان باوني إسماعيل بن مسلم الخولاني قد أجمعوا على ضعفه قد سنتوان انشوك في تالان بنتينياني قد قام منفت الدليلوا أغل كريم وناتان دانغني حديث جابر بن سمرة أنغوى اللسنة النسائي أتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائمة ثم يقعد قاعدة لا يتكلم فيها
ثم قام فخطب خطبة أخرى، فمن أخبرك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قاعدة فلا تصدقه. أتدى النبي ورياغا خطبا قرانا سكنت أي اللي تاغن تاغو إلى ماني أما ستدى كن تاغين أخونا أقرنا خطبا تنقرا سربنا تا النبي خطبا قرانا أتاغن تي أتما غاتون دي كي هذه سكون بأننا مرو صحيح النسائي للألباني كتاب صلاة العيدين، كتاب صلاة العيدين باب الجلوس بين الخطبتين والسكوت فيه، أن حديث كامل رقم 1582 1583 الباني ده سهل دي. أن فإن غير كتاب الجمعة رقم الحديث 1414 إلى 1417 الحديث كامل سهل دي يعني جمهور نندي اليوم باي كياي لانتي بانو انشالله ولا سون خسو انشالله خطباني في اللي عني دانو خو جمان مغو خارو جمان تبارتي فيني سيك افوفنا جمان خطباني انا سالين كانيا بانو انكين غاش سالين خطباني انا سالين باليا افلان دي جمان خطباني جوبانا بالحمد لله بانو خطباني مبليني جوبانا بالتكبير كبر ينيا ورقم عند فالي عند مكو أسيكن دي خطبان أنا يجمعن كواتا ديغا منك بي خطبان نغو بانون خطبان الله يسفن الله يتلي مهران ما ترينك أغل كريم وناتن دان غنال مامي غنال خطبان قرار بران باغ دوغتا خرسين دين خا وقت مبايرونو كمبريا وفايت توارون ديغا منكو نغان نمو جمهور ننتي خرسين دين جوبين المامي سالي مي فاليا angana ko sindi al salle nyeme falle alle yanchir nyani idel no manne hadith anas radiyallahu anhu atifare nyamar ndi serbe gana khursindi sallen kane anna layyam pilla serbe nda khursindi sallen palle anyande layyan kita anas hadise anara gamur sahih muslim kitabul adahi babu waqtiha anna findi أنا سهري سينا أدو براء بن عازب أدو جندب بن سفيان البجلي جندب بن سفيان البجلي أهدي سينا مسلم 1960 براء بن عازب أهدي سين نمرني 1961 أنا سهري سيني 1962 إذا كياكو أما مالكية يكون تقري سندن وقت النجوبانا سالني من فلّد على ما مخرجين دم بلّ، سربنا خرجين على ما من كان أن لا ينبلّ. يقدر لمن كيف أنطوا؟ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أقاسه هو مسلم. جابر تي فرسنن شلّي بانون شلّي عن مدينة. شريعه قوس خرجين دي. إذا سمع النبي خرجين ديا. إذا لا ينخرج. فارن غير كم وري. Adis resiko kurusin di ikana ini anna le yang pilla. Adik yang pale, seresum maka jangan kurusin di kita ikurusin di engkane. Ke adis yang maka sahih muslim, kitab al-adahi. Rakmul hadith, 1964. Anna adis yang kenyi nonga. Agli karim. Unatan dan ngekem pale, Anas bin Malik, radiyallahu anhu wati. فارسنن ده ليا لغنا بغاندي جغدين كاني فيلي جغانديغو يخلو يبننتو ادي خرشتي كي تيناي يمدوري نا بسم الله انكو نا كبر يينا بسم الله والله اكبر ادي تانغوتو نا تيي تامسوكو خانكارانا انا رغم مسلم فاي كتاب الاباحي رقم الحديث 1966 أقدام ده أمل هيني يعني فوق كله كيف يخرج أقول له آخر سنتين جني كرور تناكان تيجا ميني ولا غافين إلى ما نيجا ميني خبين نميا أتيدي ورا غير كيندا باري أقول كريم ولا تندا غادي أنغنا نيجا ليا لا غنا نخرسي فيني نونغ أورا كون كون دانا كون تانغا ليا خبارين أنغنا ليا خرسيني
anadutanga kumpinia tuwano ngariko ofayiko annimuku mane sharkini kenga leya kena nyi amrantenga annimeda wanda kallefe wanda hakinta kafinei afilandi ananya mimbahimatil an'am yani tamise wanda nyogome wala na ananya kente na ngaswantinyana asikandi ananya kari akinye sino ngani sharia ngarete gandi annan kursi ndi tamise dogana jofe kunjinoi keno goma andanya jeganyai ana sine baga yegonte kasi tumi wase andanya sugonga ana sine baga agro sine finlandi andanya nanga aya sino siki baga agro na katandi andanya nyogomenga agro sino karge timandi afairo no tumundi sharti na katandi nga leya kimmaga ya haibe yube farenga no kabananti una dutanga kunga haibe yudwa annabiti wana dutanga kunga oma akunya leya niya brau bin azib radiyallahu anhu wati farisenne nga sallallahu alayhi wa sallama ati tamiso fini nagati kunti yana leya kebe fin kumbanga ndengeni tamisebe aya agemmanya ya agembono afin kumbanga ndengeni wale kebe woti ntengeni awa tembanga ntengeni wale kebe jugumu ntengeni ajugumu ye mbanga ntengeni faramede tankengo kose wala kakuti kebe kuma ntengeni kete ye gantei umba akunya leye niya tuwano ndewari haibe suga kukumeni alantinya na leye ay sobe gamburu kuwa mimbabi awla anafikan kitabu mpai iniye koko nganda kiari sebe okoroko anada gamuru سنن أبي داود كتاب الضحايا رقم الحديث 2802 أن الترمذي قفين كتاب الأضاحي رقم الحديث 1497 أن حديث سكيني كودين جرانيا أغل كريم أمرني كتاب أمر ليا كتاب أمبا مولانا خرسي خرسي ننجي كوني غني كيفي أفايكم أنامك ولا تندغني angana nyanga kurisi ni wale sirata na aga kurisi nanda kinkama nanya haklante ananya muslime wale nanya kitabu ganke kitabu ganko niko ala yahudi do wan nasara muslime ndo kitabu ganke ngafe akurisi ndela ntasahama maa kenyiga afilandi angana yukurisi ndela nati bismillah wallahu akbar allahumma hadha minni au hadha an fulana watakabula minna anna duwa tike duwau asikandi khusi nenna nyati labulinge nyakati anda wase khusi foke yanga nkatana fofo na ga frem bagandi ni allah khusi ndini tay aga fati sobone ado khotte farenda kunkaba anda tandi fini siki anda kunkutu khusi ndi fonga inati al wadajani ni mu fili be ga khore ke kara anda kunkutu na koi afilandi al hulqu fumpe ngarini na mbukuti nukube aga fumpe neti nukube anna kienka kutunua ulmeri igande nga dangi neti nukube aga kutinia kusindene kufini siki hai fikara gandi anna jonko ikimbaka tumundi andaya nyogome khane bureni asikinte anna tanoge keyetu ilala aga katuma fakala gante ya kana kurufundi nyarundi tamise wala na khane kencho koni nikara noge nyakama khana kurisi أغلى كريم سنة ياني أنغنا يتلل سنقا سنجا لنغا أنا يجي أندك ينكاني كاتي سالي خورا إذا خانو أنا يجي أن تمرين ياي أما بانون شالي سرد غري لي ينبغانين أن تلل سالي يا أناري أنا يجي ألي ياني وي أبو تي والا كنتنا ولا تندانغني إغراتي لي يا كني هيجان أنتنا نيادا أما هيجان أنكي نغا تمسي كيبه كرني itini kenda nga ala hadiyu wala fidya serebega mahiji anga mulanna baraje gwele dabari anga kebe kursini yati kenda nga uduhiya wakunati leya serebe leya gamma gala gada sembella nga anga nga wana fube dabari farempay kunganda nga salen kota farisenne njabi sallallahu alayhi wa sallama idha dagalat al-ashru wa arada ahadukum an yudahiyya فلا يمس من شعره وبشره شيئا وفي رواية
إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. أدي بيجون بدون تم فنون نارو سرد غنار مورو تنغل لي أخرسيني أنا مغلقا ينتنغ مغا ينتغ شبكا متنغ أنا والا ما بانون تم منكوتا أتنا مغا انتغنون قاكتو anna walla ma banun tam mun kota kudiga mu filli bogri ko ngandan anna de jimu sahih muslim raqm al hadith 1977 akhil muslim anna ko bito tam funo wori banunga ko to ani hidarun allama kaman en tan ka qur'an ne ho ngati wal fajr wa layal 10 ibn kathir rahimahullah ati kamana ngati walayal 10 afaga kunati banon bi tam fononya ana quran da ko to ani idrani alla no abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma min ayamin al amalu salih fihinna ahabbu ila allah min hadhihi al ayam al 10 qalu ya rasulullah ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بالشيء أنا سنة الترمذي أنا ننبي كتاب الصوم رقم الحديث 757 فارنجا دي كوتو سنت دوا قولي سرين نكون كوتو نكون قال لني ألا دا ننقطو بانون بتتم فنونا saben inte alla fare har jihadun alla kille ade har jihadun alla kille ma serbe gana bogude anyi medan na bure ando fofo me yille ma kende kenga fe golli sire nga kubito tammino ko ali ngalla daga nan koto fofo suwa atanda golli sire tuwanon te sume ngorona no ko qurani kharange ngana rona no ko zikri ngorona no ko ana abdullah ibn umar radiyallahu anhuma qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد أنا فإني مسند الإمام أحمد جزء ثاني صفحة 75 أتفارن جابيه kota sunta duwa gandoro alla no kwa golli sirente duwa gallinga alla danga nan koto golli sirenga kubito tammino konga khanan go bondi ndi kubito tammino konga mina tahlil yani la ilaha illa allah ado takbir yani allahu akbar ado tahmid yani alhamdulillah khana kungo bondi kubito no konga akhli karim كوبيتو تام اسو مينغاني وتي باراجي ناي بانا ايرونو في العمل الصالح ارغان نانشومي شومن تو غنياني عمل صالح خادو عرفا كوتا شومن تكي لايد عرفا كوتا نشومي باراجي تورانغا كيندا فارينغا دوكو سربيغا نا نيانغا مدغا هيجي الله كين كوتا شومني بانون كوبو اباراجي ني انا سينو في الجنوب غفراندا سينو بيغا دانغي ادو كيبيغا ريني أنك حديث مر مسند الإمام أحمد جزء الخامس صفحة 308 أن فإن قد 310 أهل الكريم وتند إذا كانوا نقول سيرن غبندي كبتو تمن قونا أي قل قول سيرن سومي خاد ما رجع مرسيت دجا مي بيجا دم من شفني كت سحب عنات هونغني وبعد تبون سامت رضي الله عنه ننتكنتي من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى محتسبة لم يمت قلبه يوم تموت القلوب تسرى في غنر أنغنا ويسالني سنقصن شالي مرون عربانون شالي مرون أنغنا ينغد دبرت براج مورياي ألنق أن شندم من تكالك وتب شندم منك كالا كي حديث أما دار قتني موقوفة يعني سابق كي أندك أمت فارندك خنووي ati asani duhu da'ifa ati sanad suga ki hadisi asulam punte anara ga findi al majmu' lin nawawi jizul khamis safa 47 anna findi qadi
السلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني رقم الحديث 520 إن هذه سكتي ترين بانغاندا أهل الكريم ورقم عند فال نانتي سنة ناني كتام بوكي بوكو كتسي سنقصو انشال لنا أنا إيجي أنا إيجي إن كان سال لخرون أنا منا مودون بغاندي فينا كتام بوكي بوكو أما بانو انشال لي أنا إيجي فينا أنا أغري سال لخرون أغري ليا نياغم مخ أغري فال لسال لخرون أنا إيجي إنجوبا ألي يمبوتين والا تيه نيوغو كنيان سنة أنا يملنا كندري لنواري أنا فاين دي بخاري رقم الحديث 910 أنا فاين دي صحيح مسلم رقم الحديث 1962 أنا دي غامي كيني نونا كم فالي ونا تندنغني توانون شوغم ونا كبر ينغبون دي بانون امتلي سالي ناوتي سوبا كاتي سالي خورو ونا لا فينكو سري سفر لانشان لو خاسو فالي غدي قال لي أيام التشريق بانون شان لنكوتا ناود قال لي بانون بيتا تامو مانغان جو في تامو دو سيكو ونا ألا فينكو مغسري بتوكو سيكي بيغا تامو كفاليناتي كندا أيام التشريق أغل كريم خالان فينكو نكي أكبر يكي توانون نقل جد ميسو غي وفاي ديغا مونكو أناموك حنفيا قانكو دو حنابلا إتي مسلمي سوغاي أنا قبوندي Allah finko nge nga bano nimpili salle. Na udisukuba nga kati salle koro. Itantinia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Itanne kia konga nagubondi. Ididellu nya jadir hadithi nga. Fisuna ni dari kutuni. Anafa indi jiji uthani. صفحة 18 قحديثي كلام بنتين أما مالكي عند الشافعية يكون تانتينيا أنا كونا تانسيك تهليلك أنا كونا تانسيك أنتي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Itan nak ya kong anak gubandi, bana nimpili sukbanga kat salu korong ani. Itan nak kong aku kundua. Igari dalunya Jabir hadise, ada Abdullah bin Abbas hadise nga, agai sunan udari kutni. Juz uthani, safha 49, akhir Muslim, wana tanda kadi, kabar ibega kong ini ayam tashriq. Bana nchallu mpalle, kubido sikibega, بانون شالون بالله يعني تامundo بانندو تامundo فيلندو تامundo سيكو فرلان شال لشو فلله في عيد الأضحى مسلمين الله فين كون ينقبوني نكون بتو خانو خونا أعاجو بني برامبي وفاي توانون دي قامين كون عندنا عنامو هن في عندن كون ده هنا بلا أكوني مكونغرو كون عند فلله يكونغرو كون مخمبي إتان نجوبنا قليل لبجرينا عرفا كوتا مانغان جو في لخسران شالنا أيام التشريق اللغرة يعني تمون دو سيكو اللغرة إذا لن يجابر حديثنا قهدس لنبونتين وطيباك سنن الدار قتني ججو الثاني صفحة 49 أنا سنن الكبرى للبيهقي أنا فاين دي ججو الثالث صفحة 314 أنا فاين دي المستدرك للحاكم نيسابوري أنا فاين دي ججو الأول سفى 299 أن إرواء الغليل للألباني أن غفاي جيه الثالث سفى 124 مالكي لو شافعية مالكي غنكو لو شافعية يكونتي وليكو نمو غنكو غند فالة إذن جبنا سالين كوتا سالفنانيا سالين كوتا سالفنا عند تلي أكيتا ما بيتو تمون دو سيكون نشوك بانشال لنا mangan jofe bete tamun ndo sikonchu kubanchale itanno kongo kenchuya annamu atafai rakmul hadith 915 al-sunan al-kubra lil-bayhaqi al-sunan al-kubra lil-bayhaqi jiju thalith safa 314 annafa inda al-mustadrik lil-hakim al-naysaburi jiju al-awwal
صفحة 300 إذا ما سوري كم خاي كنت أنا جو بنا بانون كوتا سلفنا يا كتور أنت أعرف كوتا سوبان شلم بالله آخر مسلم وفاجل لنا نكتا كاتنوني كرغان دينيا كنغني صلاة الكسوف والخسوف يعني كين نربوين دو خسو نربوين شلم مغو ونا كونغان دان نامك وناتي الكسوف هو ذهاب ضوء الشمس أو بعده في النهار ولا يحدث عادة إلا في الاستقرار آخر الشهر كسوف كن كين نورون أنا ياندا تكبكي ولا يجو خانيا كيني أنت يا نوري أعن جب أنا خسون غامو خسون تفلين غامو كوروبة خسون لغرينا كم وقت يا نعن جب كين نربو ينغانيا كين ولا تندم الخسوف هو ذهاب ضوء القمر أو بعده الليلة ولا يحدث عادة إلا في الإبدار خسوف كني خسون نورون غنار نندغا ولا يغو خانيانا ورونيا أغان غبي أنيانا وروكي بي خسون غا خوران أنغبا نيانا كينياي أغر كريم وناتان دا كيسا لي كندو مسلمون غنانيا ملايين مكفو ودن ينتهي دي إنما ينادى لصلاة الكسوف والخسوف بالصلاة جامعة إنكم كندوا الصلاة جامعة ودن ينتهي دي كدل لغني كبي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أتي لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي عن صلاة جامعة إذا خريك مخاي سرند مكفو أنا كده قام مر بخاري نقو رقم الحديث 998 أنا مسلم خافي رقم الحديث 910 عيسى حديثين غنو في صحيح مسلم أغانا كيمي أكونغو أنا صحيح مسلم فاي رقم الحديث 901 أغل الكريم ولا تندنني ولها أسباب حسية تدرك بعلم حساب سير الشمس والقمر وليس ذلك من باب علم الغيب قصن ربيين دو كيين ربيين سبب نمدا sababu yogoyi ay warini tiyaxena soronga kharanga sereda ni gara ilmul falakin qara ikunga kencha bugutu igana harako afatego ilmul ghaibu gimaga ilaiti nandangani ke kota fulana kiyanga noroboyini ke kota fulana khasonga noroboyini aw nyanaga afatego iga fonto agarini tagumanchu ane kamanengri taga kamukei sereda gara ilmul falakin qara kenga kunta gumanchu tu agani wari ganyata autu nanti golle ke pinto airninya khaptu aga fontu agari ni kunta ku manchwale ri tagani wara fil kaun sere de bere kentu agu khara agai kentu sode la muslimun do kafir ni na kanga kamelienga aro kie nor boye aro khason nor boye muslimen tinia ke wakati fulana wana kan kamen kitana talla dungenga alla gana dungesu ne kafir ni kunta kentu nantalla dunga yekunta kentu sababu nyala gade wari arako sababu kela ibman kene kamme kena waserini wala kena ke ana wase norboy ne khadi ala wnyana khadi kamme nari wala kiye kena norboy are sababu ninyako kamana nda kunchabu ni tagaidi wari muslimen tin insha Allah kafir inta insha Allah utu ke afarqun nina ga kenga fetwa gwani muslimun ga karanga kafir ninga karanga wala tanda gadi ولها أسباب معنوية يعلمها المؤمنون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم سبب تنين كن غانيا السبب وكين ربوين دو خسن ربوين دا كن سببني مسلمون يانيتو مؤمنين يانيتو كافرين كنت كنتو كوي مسلمون قار كنتو دو مانا محمد فارغو كنت كنتو اندوي من سببني كوما وناتي كن سببني يا هي إيقاظ الناس من الغفلة في عبادته الله ينغنا كوكا وفيني دبرني كرو هذا مرم مغري نانكين كنان فارتي أبتي ينغا أني وندو أو زجرهم عن ارتكاب مناهيه
wala na kukawa fi dabari anaya komo kudango gongonde ina la kabandi foni ntokononga bauni Abu Bakr kenti kunna inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama fankasafat ash-shams faqama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama yajurru ridaahu hatta dakhala al-masjid fadakhalna fasalla bina rak'atayn hatta injalat ash-shams faqal sallallahu alayhi wa sallama inna ash-shamsa wal-qamara la yankasifani limaut ahadin ولا لحياته فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم أنا لك حديث من البخاري رقم الحديث 993 أري رواية يقول بخاري قالوا زيادة عقتي ولكن الله تعالى يخوف بهما عبادة النفع عندي صحيح البخاري رقم الحديث 1001 أغلى كريم ولات السبب ندعم معنويا ما مسلمون يانا كنت باوني أبو بكر أتي وني فارين أكتينا خسون كيم كسرنا النور بوي أنا بكري أمان توك دورا كيم بوتو ندعنا ترند جيم ما أرومي سيدة ورودا باتينا وسيغا فالي أراركا نوفيلي سالي ما كيكي غساغني مغونا نقرأ kempale annabi di jonko yaati kiyendo khaso inte do roboy ni tisre kallayde wala sere sare sere brantau jahiliya ni ganni sere be gana kara kiyema na no boy ina ko certificate kan man kallen anni mu kenya sababunni wala remenda sare khaso ko si no roboy ina te fulani sare en sababunya ni kay farande banganda te kunna jahilin chefonya kien noronte telati sere sare da kalle khason noronte daga na ti sere sare da kalle ataga gana ke warita kien nor boye wala khason nor boye kanan challi kanan la nyaga kana khiri magana baga ibram bayni ari riwaya go bukhari no gona nanti kien ton nor boyni ti sere sare wala kalle khason ton nor boyni ti sere sare sababu wala kalle kha alla ani ko munya kanun ni tike gollay tinoro boye kay khanda warita khana urukati misire khana salli khana lagaru khasa khana dua ma fongana daga tebe gada khakita bani musiba nyani kay muslimen kanaya amma kafir ne kunta tunan tufinyadu wana tanda gari hadith abu mas'ud al ansari ken ka hadise ngono ngati قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله